مشكل التلوث لا يقتصر على جرجيس فحسب، بل يطال عدة مناطق أخرى، ومنها في معتمدية سيدي حسين بتونس العاصمة، حيث نفذ عدد من متسكني المنطقة ينفذون وقفة احتجاجية طلبوا فيها السلطات بغلق مصب نفايات بورشكير الذي تسبب لهم في أضرار عدة بسبب تلوث الهواء والمياه في المنطقة. كمامات على أنوفهم وأفواههم، هو ما عمد سكان منطقة العطار إلى وضعها في حركة رمزية للتعبير عن معاناتهم من الروائح الكريهة المنبعثة من مصب بورشكير للنفايات المحاذي لهم، مصب لطالما كان مصدر شكاويهم. ضرينا برشا، الماء ما عادش نجمو نشربو خاطر فيه مطعم وريحه سافابا، كي تجي مش تزرع شجره ولا حاجه تحفر زاده يخرج لك ماء مغرم وريحته سافابا، الصغار كلها مضروره، العبيد الكل ولات تستعمل في الفشفشه ضد الحساسيه، العينين مريضه. عندنا تو مدرسه فيها ما يقارب 60 تلميذ ازماتيك، 60 تلميذ ازماتيك يا رسول الله. ما ناس طالبين تنميه، ما ناس طالبين مش خدمونا، هذا مصبوا فيها عنده 20 سنه وفيها. الماء يمشي تحت الديار، الديار باش تطيح، يشوفونا حل يا لبيب يا السكان. صوت ضجيج الشاحنات الحاملة للنفايات والروائح الكريهة المنبعثة من المصب مشهد بات مألوفا لسكان منطقة العطار، سكان لا مطلب لهم سوى إنقاذهم مما وصفوه بكارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم. طالبين يا المصب يتسكر، يا نحن ينقلونا مهني يشوفونا ادمغات تونسيه وعندنا طاقات تونسيه تنجم تبدل المصب هذايا اللي هو نتاع فضلات، تنجم تستغله كمصدر للطاقه تستفاد به المواطنين وتستفاد به ميزانيه الدوله. مصب بورشكير للنفايات ظل لسنوات مصدر شكاوى واحتجاجات سكان منطقة العطار، كما ظل ملفا تعاقبت عليه الحكومات دون أن تحسم فيه، ملف يأمل السكان اليوم أن يفتح وتلقى حكومة الحبيب الصيد حلا جذريا له. في موضوع آخر، مرة أكثر